عمر الزرعوني من مدينه اسفي. داكشي المهرجان الحمد لله داز حله رائعه، والجمهور كيف ما شفتوا الجمهور تفاعل معايا والحمد لله. هذا جمهور زوين ديال اسفي وغيبقى ديما زوين. التفاعل ديال الجمهور ديما كيكون زوين سيرتو في مدينه اسفي، ومدينه اسفي عريقه فيها بزاف الفنانه وفيها اصوات واعره، والحمد لله تحت لي الفرصه اللي نتلاقى مع هذا الجمهور، وهذا الجمهور زوين كيستاهل ديما الخير. الجديد ان شاء الله قريب غادي يكون هذه الايامات ان شاء الله. والحمد لله الساره امبيكابل مع الجمهور رائع جدا، وكيف ما عرفتي انت جمهور اسفي جمهور اللي ذواق وكيتصنت الموسيقى مزيان. الجديد الفني هو انني دابا بصدد اصدار واحد الفيديو كليب لواحد الاغنيه ديالي من كلماتي والحاني، ان شاء الله غادي تكون في التصوير في هاد لا سيمين ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغيكون بزاف المناطق ديال اسفي اللي حنا كنحاولوا نسوقوا المدينه بواحد الشكل ايجابي لها.